did about midnight in Dubai. He lived at a tiny airport that looked like a little warehouse. There was one road going from the airport over the Maktoum Bridge, with really nothing else in between, except the beautiful desert. كان فيها جمال، فيها حياة، فلما نشوف الخور يبسم دبي قسمين، هذه روحة بانورامية متحركة ذات إيقاع متحرك. هذا الخور إذا من المعروف هو الطبق السياحي الأساسي منذ الفيلم لإمارة دبي. مالت التجارة وزاد الخير وانتفع من البلاد وانبعت. فالوجود يعني إمارة دبي ما كانت تستقيم على تجارة العشرة حتى على تجارة الدول. فصرت معروف الحمد لله. الناس تجيب البضاعة تخزنها في دبي وترد تشترينا على الدول الثانية. زاد الله علينا الخور ما عاد يتساءل. راشد المفكر المدرك بدأ بمشروع لينا راشد. We just had the two terminals in Dubai, which is Jebel Ali and Port Rashid. Today we have about 83 terminals around the world. أخذت منها كل شيء كيف أخذت منها لون البحر، أخذت
من إيقاع البحر، أخف من إيقاع البشر، أخف من الجمال، جمال البيئة، روح البيئة. The very diverse social fabric that represents the city provides an inspiration for us as creatives. دبي زاخرة بأنواع من الثقافة. دبي في حاضنة للفن والإبداع. There are many stories in one, but what ultimately brings them together is an unshakable determination as well as ambition. فيها كل الجنسيات وكل العقليات وكل كل الباكجراوندز موجودة، وبيتعلموا يعيشوا ويتعايشوا مع بعض بطريقة أورجانيك حلوة رائعة. If I was to write a book about the future of Dubai, it would be a city that continues to attract some of the brightest and most creative minds from all around the world to call this very ambitious city home. أحس بيكون يعني بيكون عنده سيارة طية وبنايات تطير وبعد أشياء ننتقل بسرعة بس 5 minutes. كل حماس وعفوية كنا نقول يعني إذا مشاهدينا نعلن لكم نجاح محمد خليفة سات بعد أن استقبلنا أول إشارة للقمر الصناعي خليفة سات بعد أن استقر في مداره. أول ما يبتدي تحت الصفر يعني تحت الإطلاق وتبي تشوف الصاروخ يطلع ويتحرك كانت يعني لحظات خوف. إذن مبارك لدولة الإمارات قيادة وشعبا نجاح هذه المهمة العلمية كأول قمر صناعي يصنع بأيدي إماراتية 100%. يمكن يسوون بعد مدينة في المريخ مدينة مثل الكنتري ويكون عندي شغل منها. الشيخ محمد يعني وايد يحب الأطفال ودائما هاي تشوفين الفرحة في عيونه سبحان الله والأمل. كان ينزل الشيخ راشد يقعد على دشك خشب كبير. الشيخ محمد كان يقعد حده. بتذكر كيف بيطلع ببيو، كيف بيو كان فلسفته الحياة. وهلأ يعني شوف أولاده كيف بيطلعوا فيه. علمني كل الأشياء اللي لازم أعرفها كي بيسكلي لازم. يعني ما في حدود بينه وبين شعبه. الشيخ ما شاء الله عليه فتح المكان خلى كل شخص لمن يوصل دبي يحس إنه هو في أمان وفي بيته. الشيخ محمد استقل كان فخور فينا. هني حسيت ان عندي ظهر. صاحب السمو ما يتردد ابدا في ان يبدي اهتمامه يعطينا طاقه ايجابيه. بقول يعني بدونه دبي ما بتستني، يعني ما بيكون في البنايات الكبيره. This country high priority. 220 country people love Sri Lanka. Everybody love. Small people, poor people, sometimes abla, any people. I just love. Support Sheikh Muhammad bin Jassim Al Maktoum. Thank you, Sheikh Muhammad. I love you. This country, best leader, long life is now. إن شاء الله.